كم مدخولك من الإعلام؟ في الشهر ولا في الثانية؟ أبيها بالثانية. بالثانية ما فيش. بالشهر؟ يعني ممكن نتكلم 2000 تقريبا أو حاجة. 2000 يعني ممكن تصنع لك بيت وفيلا في مصر، ممكن تأخذ لك عربية حديثة، ممكن تلبس ساعات ثمينة. يعني أنا ده ستيريو تايب أنا ما بحبوش، ما ممكن يكون عندي الحاجات دي أوريدي في مصر، فاهم قصدي؟ لكن مدخول الإعلانات أنا أكلمك عنه، تمام. هل ممكن يعمل لك هذا الشيء؟ لا مش للدرجاتي، يعني غير ان انا بعمل دعايات على السوشيال ميديا، انا اوريدي شغال في تصميم الدعايات مع اكبر الشركات، فاكيد لا. بس اليوم يعني السوشيال ميديا، اصحابك في السوشيال ميديا، تمام، طافوك في مراحل، في دخل الاعلانات، في يعني الوضع الاجتماعي اللي صار عندهم وانبنى، في الوضع المادي، تمام. وانت ما زلت في نفس الرينج. دي ارزاق بتاعت ربنا. ممكن اكون انا مش عايز اطلع عن كده، يعني انا مش يعني انا في احد ما يبي يطلع عن كده. انا مش عايز اطلع عن كده، انا عندي قناعه كبيره جدا ان دي ما تفتحش بيت، ما تاكلش عيش، مش حاجه تشرف ولادي. باباك بيشتغل ايه؟ بيشتغل بتاع دعايات على السوشيال ميديا. انا دي وجهه نظري الشخصيه، مش دعوه بوجهه نظر حد تاني يعني. فانا حتى لو تلاقي برضو عندي على الحساب، ممكن اختفي شهر ما نزلش كونتنت، ما نزلش اي حاجه ايا كانت، وارجع بعدها لو في موضوع اتكلم. يعني الموضوع مش واخده لقمه عيش، انا واخد الموضوع احنا بس بنضيع وقت مع بعض. تخجل اذا اليوم احد قال لك انك انت رزقتك هي السوشيال ميديا وانتقاد الاخرين؟ لا ما اخجلش، عشان دي مش رزقتي فعلا.